اهلا بحضراتكم وحلقه جديده وبالعقل. حلقه النهارده يعني فيها بعض هو احنا هنسال سؤالين وهنتناقش فيهم، والاسئله دي انا واثقه ومتاكده وكمان حضراتكم بعتولي عليها انه الاسئله دي بتدور في دماغ اغلب مشاهدين بالعقل. اول سؤال هنتكلم فيه ونتناقش فيه وكلنا ملاحظينه وكلنا بنشوفه وكلنا كل ما بنقلب من شاشة لشاشة أو حتى بنفتح مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بنسأل نفسنا شوية أسئلة، أو حتى إحنا كناس شغالين في مجال الإعلام لما بنروح إيفنتات أو بنروح مؤتمرات أو كده بنقابل شخصيات كتير جدا، منهم بقينا نقابل في المجتمع ناس كتير بتقول أنا إعلامي. أنا مش معترضة على إنه تقول أنت إعلامي، بس ما هو الإعلامي أو من هو الإعلامي؟ هل الإعلامي هو خريج كلية إعلام؟ هل الإعلامي هو اللي بيشتغل مذيع؟ ولا اللي بيشتغل مصور؟ ولا اللي بيشتغل مخرج؟ ولا اللي بيشتغل معد برامج؟ ولا اللي بيشتغل صحفي؟ ولا اللي بيعمل إيه هو الإعلامي؟ إحنا هنا عايزين بالراحة كده، مش عايزين نلقي الضوء على أي حد أو نقول أمثلة عن حد أو حتى عن برامج بتستضيف شخصيات معينة، لا إحنا بنتكلم عموما، عايزين نفهم وبالراحة كده واحدة واحدة من هو الإعلامي. معايا بقى دكتور أحمد عبد المجيد خبير العلاقات الدولية والاتصال المؤسسي عشان يجاوبنا على السؤال ده. إزاي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بحضرتك دكتورة اسماء وبالسادة المشاهدين، وبشكر حضرتك على الاستضافة وإتاحة الفرصة للموضوع. ربنا يخليك، حضرتك منورنا ومشرفنا، وحضرتك طبعا قيمة وقامة كبيرة جدا في المجال ده، عشان كده لجأت لك عشان نعرف منك من هو الإعلامي. في البداية أولا هو السؤال إذا كنا هنقيسه على المجريات الحالية أو المتغيرات الجديدة في مجتمعنا اللي هو مجتمع الميديا، فهيبقى السؤال ده سؤال صعب شوية، لأنه إحنا حصل عندنا متغير كبير من فترة ما هو الإعلام اللي هو بوصفه اللي كان بيتم تدريسه، بيتم عملية إن إحنا يتم إيضاحه بشكل معين أو الاعتماد عليه بشكل كبير، إلى تطورات أدت إلى أن يكون الإعلان هو مسمى زي ما حضرتك ذكرتي في المقدمة الجميلة اللي حضرتك اتكلمت فيها عن أنه الإعلام أصبح اليوم له رسالة مختلفة عن أدائه لمهمته أو مهنيته اللي المفروض نتكلم عليه. تمام. إذا ذكرنا فكرة مسؤولية الإعلام فهنتكلم عن وصف كلمة المسؤولية والمرتبطة بكلمة الإعلام، فهي مهمة يؤديها من هو قائم بعملية إعلام الشخص الآخرين أو إعلام الطرف اللي هو ممكن متقبل للمعلومة نفسها. تمام. كلمة إعلام يبقى أنا بتكلم عن معلومة، بأعلم بشيء، توضيح أو بتكلم عن تفسير، تمام، أيا كان الوصف ده إيه، فإحنا بنتكلم عن أن هذا الشخص قادر على أن هو يوصل رسالة أو معلومة أو نقطة اتصال عقلي ما بينه وما بين المتلقي، قادر على أنها تنقله الحدث بتوضيحه وبتفسيره وبقوته في الثقافة وفكرة تناول الحوار، وإمتى أقول إيه وإمتى ما أعملش إيه. بالظبط. النقط دي كلها أصبحت هي دي مهمة الإعلامي. أهم حاجة إمتى أقول إيه وإمتى ما أقولش إيه وأقوله إزاي. دي أهم نقطة. دي يا فندم المسؤولية الإعلامية، فكرة النهاردة المسؤولية، يعني إحنا بنتكلم عن مؤسسة. مؤسسة تمام. قادرة على إن هي تصيغ الموضوع وتطرحه بشكل معمول إزاي. whatever الأجندة بتاعت المؤسسة دي بتوصف إيه، أيا كان هي مسؤولية في النهاية. هي فينا جزئية المسؤولية الإعلامية اللي على الطرف اللي هو آخر فرد موجود فيه في المؤسسة دي، هو الإعلامي الذي يقوم بعملية توصيل المعلومة للمتلقي. يعني طيب الإعلامي هو المذيع يا دكتور؟ أنا قلت لحضرتك فنان، هي مؤسسة كاملة، آخر جزء فيها هو مسؤول عن الأوتبوت، هو المذيع الذي يستطيع أن هو ينقل هذه المعلومة بصفته بلغة البادي لانجوج عنده، بلغة الإيحاء اللي يمكن يقدر أن هو يوصل بيها الرسالة بشكل معين. في النهاية الرسالة الاتصالية تلقاها متلقي، هو المذيع هنا لا يعلم من يشاهده.
هو مش شايف مين بيشوفه، ولكن تأثيره وهو بيأديه هو بيجرب يشوف هيأثر ازاي. هنا طيب. بقى مهنية الإعلامي نفسه. تمام. بناء على ايه بنختار الناس اللي بي يعني ايه بتواجه الجمهور؟ بناء على ايه؟ ايه المواصفات او ايه العوامل اللي المفروض ان انا تكون متوفرة فيا عشان المؤسسة تديني المسؤولية ان انا اواجه جمهور؟ طبعا يا فندم هي بتعتمد على تفاصيل كتيرة جدا. لا، اهم النقاط، اهم الحاجات اللي لازم أهم ما يخرجش منها اللي احنا نتكلم فيها. اولا هي فكرة المسؤولية الإعلامية. هو اول من هو شخص مسؤول عن توصيل معلومة، يخضع لسياسات أجندة قناة أو جهة أو أيا كان المؤسسة اللي هو بيتحدث عنها. تمام. هنا هو عليه مسؤولية المعلومة. تمام. وعملية الثقافة. وعملية الرؤية وفكرة اختيار التوقيت ومن هو الجمهور الذي سيتلقى هذا التوقيت. تمام. طيب في جزئيات غايبة عننا بشكل كبير جدا. تفضل. هنا فكرة المنصات الإعلامية التي بتقوم بالترويج للصفة الإعلامية اللي بتطرحها أي قناة. هنا ممكن نقول لو احنا بنتكلم عن قناة بتذيع موضوع معين. تمام. الموضوع ده ممكن لما حد شافه كحلقة شافه عدد 1000 واحد. تمام. فتأثروا بالحدث ده. صح. طيب لما تم نشره على موقع القناة وهي مسؤولية إعلامية على إدارة القناة نفسها، أصبح العدد المشاهدين بيزيد بشكل معين حسب عدد الشير وحسب طريقة النشر بشكل معين. هنا أنا حسميهم المتلقين، وفي جزء تاني بسميه الضحايا، لأن هنا إذا كان متلقي لمعلومة ثقافية أو معلومة مهمة أصبحت أنا إعلامي بقوم بإعلامي هادف، وإذا كنت بتعمد عملية الترند أو ركوب الموضوع بمعنى أصح أو طرح أمور لا ينبغي أنها تطرح على المجتمع، فأصبحت أنا هنا بأدي أن اللي بيقع الضحية للكلام يقول عدد من الضحايا يعني أنا لا أعلم عددهم. يعني المؤسسة مدانة، ممكن تكون مدانة بأن هي يعني وصلت معلومة وهي غير مسؤولة؟ في البداية يا فندم العمل المؤسسي دائما يقوم على فكرة طرح الموضوع والتأثير ودرجة طرح الموضوع الإعلامي شكله عامل إزاي، هل هو يتفق مع السياسات العامة والأخلاقية والمهنية والاجتماعية وكل العوامل دي كلها دي لازم تدرس الأول. وذكرت حضرتك أنتك أن الأوتبوت اللي هو المخرج للموضوع كله هو المذيع نفسه. المذيع نفسه هو جزء من المنظومة. تمام. كان بيقدر أنه يوصل الرسالة إزاي. فالمؤسسة هي أول الجهات المدانة كمؤسسة كاملة من كل الأطراف فيها. بيني وبينك كده يا دكتور، يعني محدش سمعنا خالص، حضرتك شايف انه الإعلام دلوقتي بيقوم بدوره كما يجب او بدوره بمسؤولية، بلاش نقول الإعلام كله او بعض المنصات او بعض القنوات بتقوم بدورها كما يجب تجاه المجتمع؟ طيب هو السؤال يا فندم طبعا مهم في التوقيت اللي احنا فيه دلوقتي، نظرا لان الاعلام دلوقتي اصبح عندنا عدد كبير جدا من الابواق التي تتحدث انها اعلام. فلدينا القنوات التلفزيونيه اذا كانت بتقوم بدورها في الهدف الثقافي والهدف الاجتماعي والتعليمي وفكره التوضيح بشكل ايجابي وفكره الحياديه، اصبح هنا بنحول الى اعلام ايجابي تلفزيوني او شاشات بمعنى اصح. تمام. وإذا كان يتحدث عن التسفيه والترند والكلام اللي بيحصل لبعض الناس بعض الناس بتاخده علشان تقدر انها تظهر بيه أو تعمل مشاهدات، هنا ده أصبح إعلام هدام. هنا كلمة مشاهدات هي دي أصبحت كلمة السر النهارده. لأن ده النقطة اللي دايما الناس بتتكلم بيها، عدد المشاهدات قد إيه، ولم يدرك ولم يفعل شيئا في فكرة مدى التأثير كان عامل إزاي. طب هي عدد المشاهدات المفروض إن هي بتقول إن أنا نجحت، ولا عدد المشاهدات مبنية على ايه؟ احنا اذا اتكلمنا بالكيف يا فندم يبقى هنتكلم على درجة التأثير، ودرجة التأثير هنا لازم تكون ايجابية عشان تقدر تحقق للقناة دي استمرارية. اذا كانت نتحدث بالكم، فالكم ممكن يصنع بكتير جدا من خلال انتشار بقى السوشيال ميديا اللي هي الآلة التانية فكرة نشر المعلومة نفسها او الاعلام الحديث كما يسمونه. تمام. حضرتك شرفتني ونورتني، احنا خدنا الموضوع كده بمنتهى البساطة ومن بعيد جدا، ويعني ألقينا الضوء عليه، ولكن موضوع زي ده محتاج حلقات وحلقات، وأكيد أكيد أنا بطلب من حضرتك إن مرة تشرفني هنا في بالعقل علشان نتناقش في الموضوع بشكل أعمق. شكرا جدا. أكيد هيكون شرف كبير ليا يا فندم، وحضرتك من البرامج الجميلة اللي بتوضح لنا كل شيء بالعقل.
شكرا يا دكتور. شكرا دكتور أحمد عبد المجيد، خبير العلاقات الدولية والاتصال المؤسسي، شكرا جزيلا. الحقيقة ده رأي العلم، ودكتور أحمد اتكلم على الموضوع كخبير، لكن أنا هتكلم على الموضوع كمذيعة، وأنا ما بحبش كلمة إعلامية قوي، أنا بحب يتقال عليا مذيعة. أنا حد أو شخص خريج كلية إعلام، تدرجت في كل الحاجات في الإعلام، اشتغلت كل حاجات ليها خاصة بالإعلام والقنوات الفضائية وكمان الصحافة. أنا وجهة نظري إن الإعلام عليه مسؤولية كبيرة جدا 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 جدا، لا تقل عن مسؤولية الحرب أو الجيش. الإعلام بيقوم بدور أساسي ورئيسي لكل دولة، دول كتير عظمى بتستغل الإعلام كخط دفاع أول ليها قبل لما تغزو دولة تانية. فإذا الإعلام مهم جدا جدا جدا، وليه قيمة جبارة، ممكن يهد دول وممكن يبني دول، ممكن يهد مؤسسات ويبني مؤسسات. كل حد دلوقتي للأسف بقى يملك في إيده اللي هو التليفون أداة لأنه يضرب أي حد ويدمره بيها أو يحاربه بيها. ده بالنسبة للأداة الشخصية، أما بالنسبة للمؤسسات فهي المسؤولية عليهم كبيرة قوي. أرجوكم أرجوكم، البلد كلها، المجتمع كله، الأطفال اللي بيشوفونا، مسؤوليتنا مسؤوليتنا. إذا إحنا مش قادرين إننا نشوف إن دي مسؤوليتنا ودي الواجب علينا وده المفروض الدور اللي نقوم بيه كما يجب، النشأ الجديد مسؤوليتنا. إذا النشأ ده طلع مثقف ومحترم وكويس فده مسؤوليتنا، إذا طلع مش هقول إنه فاشل بس هقول إنه أجوف وما عندوش ثقافة وغير مثقف وغير محترم وما عندوش العادات والتقاليد المهمة بتاعتنا وما عندوش انتماء للبلد دي، وإنه لو حد شتم على مصر يقوم ويقف ويدافع عنها زي الأجيال بتاعتنا، يبقى إحنا كإعلام عندنا مشكلة ومحتاجين نراجع نفسنا. محتاجين نراجع نفسنا في الكونتنت أو في المحتوى اللي بنقدمه، في الضيوف اللي بنجيبها، فعايزين نوصل رسالة عاملة إزاي. فكل حد عنده وسيلة زي الكاميرا اللي أنا قاعدة قدامها دي، ومؤسسة ومنظمة زي المكان المحترم اللي أنا بطل على حضراتكم من خلاله، أرجوكم راعوا ربنا وراجعوا نفسكم فيما تقدموا للمجتمع، لأن المسؤولية كبيرة جدا 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 علينا. فنحاول بس كده نفكر في الكلام اللي أنا قلته، لأنها مسؤولية أمام الله وأمام المجتمع وأمام البلد. نروح بقى لموضوع تاني خالص وبرضه بيعمل مشاكل، وهو البنت ترس أو لا. في بعض المجتمعات لحد النهاردة والمحافظات البنت ما تورس، ليها ميراث وموجودة في إعلام الوراثة وكل حاجة تمام، لكن هل من حقها إن هي ترس فعليا، يعني أرضها تستلمها أو فلوسها تاخدها أو كذا؟ في مشاكل كتير في الموضوع ده. نعرف نتكلم في موضوع الميراث وميراث الأنثى، لأنه الأنثى الحقيقة عندها مشاكل كتير قوي. شوية الرجال بيعتمد أو بيشوفوا الست يعني إن هي موجودة كده يعني، لكن ناقصها حاجات أو مش المفروض إن هي تاخد كل حاجة كاملة. هنتكلم أكتر في موضوع الميراث يعني باستفاضة، وهنتكلم عن إنه هي إزاي، ليه الصعيد حتى الآن ما بيورثش الست. هي السيدة دي أم وأخت وابنة زوجة، طب أنت ليه ما بتورثهاش؟ إيه مشكلتك في إنه السيدة ترث زيها زي الرجل؟ يقولك ليها تمام ليها، بس مش من حقها إن هي تبيع أرضها مثلا أو تتصرف فيها أو تتحكم في ميراثها زيها زي الرجل. طب نعمل ايه؟ طب ما هو ربنا قال ان النساء ترث، ليه الست ما بتورث؟ طب هو ممكن، هي اسئله كتير جدا عندنا. طب هو انت حلال ولا حرام ان انت تحرم حد من الميراث، يعني تعمل وصيه بان انت تحرم حد من الميراث، او ان انت مثلا لو مخلف بنات فالبنات بس طبعا حد هيشاركهم في الورث، فده ممكن ان انت قبل ما تموت بفترة
تكتب لهم كل املاكك وكل الارث اللي انت هتسيبه، ولا ده حرام؟ يقول لك لا حرام ما ينفعش. طب هو حلال يعني ان انا افضل اشتغل طول عمري واكون ثروه وفي الاخر ولادي او بناتي ما ياخدوهاش، او ياخدوا جزء بسيط منها، او يتمرمطوا في ان هم ياخدوا حقوقهم؟ كل دي اسئله مطروحه قدامنا وبتدور في عقول كل السيدات ومتصدره وموجوده قوي في الصعيد. معانا عشان يجاوبنا على الاسئله دي كلها الدكتور ابراهيم رضا، احد علماء الازهر. اهلا يا دكتور. اهلا وسهلا، تحياتي يا دكتور. ازاي حضرتك؟ منورنا. الله يسلمك ويبارك فيك. انا عارفه ان حضرتك يعني في ملف النساء يعني عامل ابحاث كتير ومتكلم فيه كتير الحقيقه. فندخل في موضوعنا على طول، ميراث المراه، المراه ترث ام لا؟ الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رحمه الله للعالمين سيدنا محمد. وبعد، اوجب الله تبارك وتعالى للنساء حق في الميراث الشرعي، وذلك مؤيد بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. تمام. وهذا الحق الله تعالى سماه حدود، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وقال بعد أن وضح الأنصبة في صورة النساء: تلك حدود الله، فلا يجوز لكائن من كان أن يتجاوز تلك الحدود، لا بالزيادة ولا بالنقصان. فالمرأة مصانة ومكرمة، ويكفينا أن نعلم أن المرأة قبل الإسلام كانت تورث، كانت جزء من التركة، لكن بنزول الإسلام على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، أولا منع الإسلام أن المرأة يتعامل معها كسلعة، وبدأ يفرض لها من الأنصبة الشرعية ما وضحه الله تبارك وتعالى. تمام. في سورة النساء. تمام. حرمان الأنثى من الميراث عادة جاهلية، عادة جاهلية للأسف بتنتشر في الريف وفي بعض قرى الصعيد. وهنا النظرة للمرأة هي نظرة دونية، وكأنها غير مؤهلة أن هي تشيل اسم أبوها، أو أن المال اللي هيروح لها ده مال خسارة فيها، فاحنا لا ندي للذكور ونحرم الإناث، وهذا مما يجلب اللعنة والغضب من الله سبحانه وتعالى. ومن يقتطع لنفسه هذا المال الذي هو مال الأنثى فكأنما اقتطع لنفسه جزءا من نار جهنم يوم العرض على الله سبحانه وتعالى. هو المشكلة بتكبر لما بتكون متزوجة من حد بقى من بره العيلة، فما ينفعش حاجتنا تطلع بره العيلة. صحيح حضرتك اخطبتي الحقيقة. هو بيتعامل على ان ده هو مش من العيلة، وهي غريب. غير جديرة بالكلام ده. وبعدين احنا محتاجين ننظر ازاي يعني النظرة للمرأة ما زالت الى الان نظرة فيها نوع من انواع التحقير. يعني عمرنا في بلادنا ما شفنا واحد بيشتم واحد يقول له يا ابن الراجل، لكن العكس هو الموجود. طب هو بيعمل كده ليه؟ لانه اتربى تربيه خاطئه على ان المراه اقل، وعلى ان المراه ليست مثل الرجل. وربنا سبحانه وتعالى علمنا ان في القران سوره من السبع الطوال اسمها سوره النساء، وده من باب تكريم الله للنساء. ولا يوجد في القران سوره تسمى سوره الرجال. تمام. قالوا ان اسم المراه عوره، وربنا نزل في القران سوره سماها سورة مريم. بالظبط. وكل ده من باب انه يرفع شأنها. لكن للأسف الشديد حتى قالوا هي لا تصلح لا للطب ولا للهندسة ولا للقضاء. مع ان ليه يا عم؟ قال لك لان هي اقل في الاستيعاب، مع ان نتائج الثانوية العامة البنات هم الاوائل كل سنة، وربنا بيقول في القرآن: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فربنا جعل معيار الثواب والعقاب بين الرجل والمرأة واحد. بالظبط. طب احنا مستنيين ايه تفتكر يا فضيلة الشيخ؟ يعني هو الحقيقة ربنا كرم الأنثى وكرم المرأة بكل السبل وودى رسائل كتير للذكور، يعني مستنيين ايه بقى تفتكر؟ التكريم كان هدفه
رد الاعتبار للمرأة. تمام. على فكرة المرأة مش في المجتمع العربي بس بنحاول نقلل منها، حتى في المجتمع الغربي بيتعامل معاها على انها سلعه. لا بس واخده حقها قوي في المجتمع الغربي، احنا عندنا احنا يعني المشكله. يعني بنسب، يعني اولا هي ما القران هنا طالب ان هي تنسب للاب. تمام. ما تنسبش لاي حد تاني، لان ربنا بيقول ادعوهم لابائهم واقساطوا عند الله. طب القران جعل لها ذمه ماليه منفصله. تمام. عشان احنا بس وقتنا يا فضيله الشيخ بينتهي، فعايزه من حضرتك رساله صغيره وسريعه جدا للذكور اللي بترفض ان هي تورث المراه، فرساله بسيطه لو سمحت. الرسالة بنقول اتقوا الله عباد الله وراقبوه مراقبة من يخشاه. الميراث من الامور التوقيفيه، توقيفيه يعني مش على مزاج حد، موقوف بامر من الله، والذي فرض تلك الانصبه هو الله سبحانه وتعالى. وما يدريك لعل ابنتك اللي انت شايف ان هي مش جديره بان هي تحصل على هذا الميراث، هي تكون سندك وتكون هي السبب اللي تفتخر بيه. شفنا النهارده المراه الوزيره والسفيره والقاضيه ووزيرة الدفاع والاقتصاد وبتقود الأمم والشعوب. سيدنا النبي قال، وأنا دي وصيتي الأخيرة، لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم. فكل مقلل من المرأة فهو لئيم مهان، ينال غضب الله سبحانه وتعالى. شكرا جدا يا فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر، شرفتني ونورتني، وأكيد موضوع كبير قوي ومحتاجين نتكلم فيه كتير، ومحتاجين نوضح فيه كتير، ومحتاجين اننا الرجال كده يكونوا يستوعبوا كلام ربنا وكلام نبيه الكريم. الحقيقة اتكلمنا في موضوعين يمكن بعيد عن بعض، ولكن الموضوعين مهمين، وحضراتكم اهتميتم ان انتوا تبعتولي وتكونوا عايزين اجوبة للأسئلة دي على مدار حلقات بالعقل. إن شاء الله كمان هنعمل فقرات وهنعمل مداخلات أكتر من كده علشان نجاوب على أسئلتكم باستفاضة أكتر من كده. بشكركم جدا وبالعقل. سلام عليكم.